مشاهدينا، هذه جولة في أبرز الموضوعات التي تناولها رواد مواقع التواصل. قام مطعم يقدم المنسف في الأردن بتوفير خدمة النوم بعد تناول الطبق، وقال أصحاب المطعم إن الفكرة جاءت بشكل من الطرافة والدعابة لأن الزبائن يشعرون بالتعب والنعاس بعد تناول المنسف، ففكروا بتقديم هذه الخدمة. لاقت الفكرة رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. إيه ليلى ينام بعد ما يأكل منسف. منذ أيام والسعوديون يتحدثون عن أكبر عريس في العمر في البلاد البالغ 90 عاما، اسمه ناصر بن دحيم العتيبي. تداول الناس هذا الفيديو له، وفي تصريح تلفزيوني يقول العتيبي إنه أقبل على الزواج كونه سنة، وفي حفظ الدين والزوج والزوجة والرفاق. أعلنت نقابة ممثلي هوليوود بدأ إضراب، وهو أكبر إجراء من نوعه تشهده هوليوود منذ 40 عاما. تريد النقابة أن يوافق عمالقة خدمات المشاهدة المباشرة مثل نتفليكس وديزني على تقسيم أكثر إنصافا للأرباح وظروف عمل أفضل. ويعني الإضراب أن 160 ألف فنان توقفوا عن العمل اليوم.